وفي خبرنا التالي، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل هارون عن إصدار تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، موضحا أن التقرير يأتي ضمن جهود البنك لتعزيز الشفافية والإحصاء والإفصاح العام، وذلك من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي المحلي. وأضاف الهارون أن التقرير يوافق في سنته العاشرة عاما بدأت فيه تداعيات جائحة كورونا بالتلاشي، ما منح الاقتصادات العالمية فرصة جديدة للتعافي والنمو، مبينا أن التقرير يحلل التطورات ويلقي نظرة على أداء الأسواق الرئيسية، ويتضمن تقييما لمتانة الجهاز المصرفي الكويتي عبر قراءة شاملة لمؤشرات ربحية القطاع وملاءته المالية.